كان عند المسلم المعجزات الشريفة التي أجراها الله على يد النبي عليه الصلاة والسلام تأييدا له وتصديقا لنبوته عليه الصلاة والسلام، فيها جانب تربوي للمسلم وبعض العبر التي تقوي يقين المسلم وتدفعه بالتمسك بالحق بشكل آخر غير تصورنا نحن ونحن نتناول القصة. الصحابة رضي الله عنهم الذين ملئوا يقينا وإيمانا سموا سورة الإسراء سورة بني إسرائيل، وعليك أن تتفكر لماذا سموا هذه السورة من القرآن الكريم باسم سورة بني إسرائيل. كذلك جاء جيل أو أجيال أتت، يعني حتى بعد الصحابة مباشرة ألفوا كتاب مكذوب ونسبوه لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفي الإسراء والمعراج، وللأسف أصبح هذا الكتاب الموضوع المكذوب مرجعا في هذا الباب، حتى وصلت الأجيال الأخيرة أن هي تتكلم في مسألة الإسراء والمعراج، وهي معجزتان وهما معجزتان كبيرتان للنبي عليه الصلاة والسلام، يتكلمان في هذه المسألة من قبيل هل الإسراء كان رؤية، هل المعراج كان بالجسد والروح. كلام تحس أنه كلام سمج، حشاكم ونزه الله أسمعكم، ما هوش المقصود. لو هو المقصود من المعجزة كان ربنا وضحه، لو ربنا يقصد سبحانه وتعالى أنه هو يبين زمن الوقوع المعجزة كان ربنا أثبته، لكن هو أمور أخرى هي المقصودة، هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. لما يقول ربنا تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لما يقول في سورة النجم: أفتمارونه فيما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ويذكر الرؤية في سورة الإسراء والرؤية لنريه من آياتنا الكبرى في سورة الإسراء، ويذكر الرؤية في سورة النجم، والصحابة رضي الله عنهم يتكلموا في مسألة هل هي مقصود بالرؤية هنا رؤية جبريل ولا رؤية المولى عز وجل. وفي أحاديث تثبت أن هذه الرؤية كانت لله تبارك وتعالى، رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم للمولى عز وجل. وقال أهل التفسير إن الله اختص إبراهيم بالخلة، واختص موسى بالكلام، واختص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية، ومايزوا أو فاضلوا بين سيدنا موسى عليه السلام لما قال رب أرني أنظر إليك، وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي دافع عن رؤيته له أو عن رؤيته لجبريل على حد قول المفسرين، فقال: أفتمارونه، تجادلونه فيما رأى، وأثبت له الرؤية. لما تجلى ربنا للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، ولم يرى سيدنا موسى عليه السلام ربه، إنما سيدنا محمد اختص بهذه المسألة التي سيختص بها المؤمنون يوم القيامة: إنكم لترون ربكم لا تمارون في رؤيته كما ترون الشمس في ربعة النهار أو في واضحة النهار. فالمؤمنون سيرون الله سبحانه وتعالى. القضية يا إخوة أن سورة الإسراء سورة المعابد التي خصصها الله سبحانه وتعالى لعبادته، خاصة المساجد الثلاثة: مسجد مكة، مسجد الحرام في مكة المكرمة، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، المسجد الأقصى، وهذه المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها. جاءت سورة الإسراء وجاءت معجزة الإسراء ومعجزة المعراج لتثبت أمرين: تثبت أهمية وقدسية هذه المعابد، المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمسجد الأقصى، وأهمية الصلاة. الصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى قبل الهجرة كانت مفروضة بأشكال معينة، لكن لم تكن بشكلها الحالي إلا في المعراج، فرضت في المعراج بشكلها الحالي. لماذا جاءت قبل الهجرة؟ لماذا جاءت معجزة المعراج قبل الهجرة؟ لأن الهجرة فيها فارق كبير في حياة الرسول وحياة الإسلام نفسه.
وحياة الصحابة رضي الله عنهم. قبل الهجرة كان الإسلام مجرد طقوس وعبادات في مكة المكرمة، بعد الهجرة كان الإسلام دولة، وتحديات الطقوس والعبادات والقوقعة داخل المسجد غير تحديات إقامة دولة. تحديات إقامة دولة تحديات خطيرة، لذلك من هنا سميت السورة سورة بني إسرائيل، سورة بني إسرائيل. فلذلك كل ما يواجه المسلمين من تحديات، من أين يكتسبون الطاقة والقوة ليكونوا أقوياء أمام هذه التحديات الجبروتية التي نراها في واقعنا؟ من المعراج، من المعراج، من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، وهو يعني رمز لأمته، كأن الأنبياء يسلمون قيادهم وقياد أممهم إلى هذه الأمة. سلموا قيادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء كلهم، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم إماما. خلاص لا يؤمن رجل في سلطانه، وهذا السلطان الجديد هو سلطان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سلطان الإسلام. ومعناها أنه كله يتوقف، كل المناهج وكل الأجندات وكل المشاريع تتوقف، لأن في مشروع جديد، مشروع ثابت، مشروع خاتم نهائي، هو مشروع الإسلام. جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فصلى بالأنبياء ليغلق صفحات المشاريع والأجندات والمناهج السابقة، ويفتح مشروع جديد، ويسلم أمته قياد الأمم وريادة الأمم. وليس هذا نوعا من التعصب، إنما هو نوع من المسؤولية. ليس هذا نوع من التشريف، إنه هو نوع من التكليف. على كل مسلم أن يستشعر هذا، أنه رائد في بابه، رائد في مجاله، رائد في أعماله، فيخرج ما هو أهم. كما جاء الإسلام دين رائد للأديان كلها ومهيمن على ما سبق من الكتب. هذه نقطة. المعراج الذي أعرج به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو معراج لك أيضا، ورمزيته هذا، ورمزية هذا المعراج تتكرر معك، لا في العام مرة ولا في العمر مرة، إنما هي في اليوم 5 مرات على الأقل. تعرج بروحك أمام الله وتصلي الصلاة التي فرضت في المعراج. يعني كل الفرائض أيها الأحباب فرضت يعني بوحي نزل به جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض، إلا الصلاة فرضت عند سدرة المنتهى، فرضت عند العرش، فرضت عند الحضرة العلية التي لا يعلوها حضرة ولا يدنيها ولا يقترب منها إلا بإذن. والنبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون الأحاديث في هذا الباب، لما خطبه الله سبحانه وتعالى كفاحا وفرض عليه وعلى أمته الصلاة 50 في العدد والأجر، و5 في الأداء، 5 في الأداء و50 في الأجر. هذه أمور كلها يجب علينا أن نتوقف عندها، ولا يضر الخلاف الواسع في زمن وتفاصيل جزئيات المعجزتان، معجزة الإسراء ومعجزة المعراج. إنما علينا أن نحصل الفائدة من هذه الأمور ونقف عندها بيقين، كما وقف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا نتكلم في الترهات والقشريات والتفاصيل التي يعني مش عايز أقول فارغة، لأن اللي افترضها أصلا ناس لم يفهموا العبرة من الإسراء ولا العبرة من المعراج. القدس أول قبلة للمسلمين، القدس آية من آيات القرآن الكريم. القدس ليست مدينة يسكنها بعض بشر أو حفنة من الناس، إنما هي جزء من عقيدتنا. نزلت لأجلها سورة الإسراء، واعتنت بالمعابد كما ذكرت لحضراتكم، المساجد 3، وجاء نبي الإسلام لتحريرها من أي معتد وأي مستبد. هذه معاني في الإسراء ومعاني في المعراج ومعاني في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإمامته لسائر الأنبياء. يعني هو بيسلمكم راية قيادة الأمم وريادتها صلى الله عليه وسلم. الصلاة معراج للمسلم، الصلاة شعيرة مقدسة، الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد. الصلاة، فيه شيخ من المشايخ فضلت الشيخ الهادي بريك من سكان ألمانيا أيضا، أطلق عليها كلمة، يعني كلمة يستعملها القانونيون، قال
هي الشعيرة التي لها حق النقد، حق النقد. إذا واحد كان بيعمل كل أموره مظبوطة وده مستحيل، ما عدا الصلاة فيها خلل، يؤديها بشكل فيه خلل، نقضت النقد الذي في الصلاة ينسحب على سائر الأعمال وتتلف كل أعماله. إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسد فسد سائر العمل. وإذا صلحت الصلاة يا إخوة، لا تجد إنسان يحسن الصلاة ويتقنها ويؤديها بخشوع وخضوع إلا ويؤدي باقي أعماله بنفس الكيفية، بالإتقان الواجب، سواء كانت أعمال دينية أو دنيوية، سواء كانت أعمال تعبدية أو أعمال يتطلب فيها الإنسان كسب معاشه. الصلاة لأجلها تشيد المساجد، الصلاة لأجلها يحفظ المسلمون القرآن الكريم، الصلاة لأجلها يعتلي الأئمة المنابر. الصلاة الآن أو الجمعة على وجه الخصوص أصبحت لقاء باردا، لأنها سيطر عليها المستبدون ووكلوا أمرها لمن؟ لبعض الجهلاء أو الموالون لهم، فأصبحت لقاء بارد بعدما كانت فيها الريادة والقيادة والتوجيه الرباني الذي يأخذ بيد الأمة إلى ربها. فلا يزيد لقاؤها مع الجهلاء إلا لا يزيد الإيمان ولا يعني يدفع بالإنسان إلى الصلاح. وربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء يقول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا عظيم. لذلك أيها الإخوة، استلهموا الثبات من الله سبحانه وتعالى، واطلبوا الرشد منه، واعتنوا بهذه المعاني، معاني المساجد، دور العبادة لها قدسية، هذا درس مستفاد من الإسراء والمعراج، معاني الصلاة وأنها معراج للمؤمن، معاني احترام مدينة القدس وأنها أمانة، وأنها خلينا أقول لك مثال تشبيهي، هي أشبه ما تكون بترمومتر قياس قوة المسلمين أو اضمحلالهم. كلما كانت القدس محررة كان المسلمين أقوياء. عايز تعرف قوة المسلمين في أي فترة تاريخية، انظر مباشرة إلى مدينة القدس بيد من تكون. فإذا كانت يعني بيد المسلمين يقام فيها العدل ويتبسط فيها الحرية لكل الطوائف وكل الديانات، فاعرف أن المسلمين أقوياء. إذا كانت بيد غيرهم فاعرف أن المسلمين ضعفاء. الله سبحانه وتعالى جعلها ترمومتر، مثل مقياس الحرارة تماما لقوة المسلمين في كل وقت. هذا درس من دروس من ضيع القدس ضيع آية من آيات الله وآية من آيات القرآن، ومن حفظ القدس حفظ القرآن الكريم. فهذه مسألة لا تقبل المزايدات ولا تقبل الأمور اللي هي تحتمل وجهين. فهذه مقياس، أنا كما قلت لحضراتكم هي مقياس، فتقيس بها قوة الحاكم، وتقيس بها انتماء الحاكم، وتقيس بها مدى يعني أداؤه لعمله من، وكذلك المسلمين يعني سواء أئمتهم أو شعوبهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين هذه المعاني، وأكرمنا الله عز وجل بإجراء هاتان المعجزتان على النبي عليه الصلاة والسلام لنستفيد منها هذه المعاني وتلك الوقفات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من السهل على المسلم أن هو يتملص ويتخلص من التكاليف التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عاتقه لما يراها أنها تكليف جمعوي، يعني كلفت به الأمة كلها والجماعة كلها. فيقول إذا القدس هو ترمومتر لقياس قوة الأمة، طب أنا يعني أنا ماذا أصنع كي تقوى الأمة؟ لا، أنا هدي لك مقياس عشان تحس أنت بالقضية أكثر. مقياس ثاني، مقياس قوة إيمانك هو اعتنائك بالصلاة. الصلاة والمساجد هم ترمومتر للفرد، القدس ترمومتر الأمة، تمام؟ قدر اهتمامك بالصلاة وأدائك لها في وقتها وخشوعك وخضوعك
وإيقاظ النائم لها، ويعني تذكير الغافل بشأن الصلاة، واهتمامك بالمساجد. أقل ما في اهتمامك بالمساجد هو إعمارها بالذكر والصلاة والخشوع والحفاظ على الهدوء فيها وعدم رفع الصوت وحرمة الجري أو المشي السريع. كل هذا يعني يدل على إيمانك. وإن كانت الأحاديث يعني غير صحيحة، فإذا رأيتم الرجل يعتدي المسجد، لكن لا، الصلاة هي الترمومتر أو المقياس الذي يقاس به قوة إيمان المسلم. اهتمام بالمساجد ورعايتها والتردد إليها والخشوع فيها والخضوع والحفاظ على الهدوء فيها وعدم إثارة المشاكل والفتن ومساعدة المساجد هو دلالة أيضا واضحة على إيمان المسلم. دي الأنف حجرك يا عم البطل أنت هو. فعايز تعرف قوة إيمانك، عايز تعرف مدى شغلك بالآخرة، شوف شو مدى شغلك بالصلاة ومدى اهتمامك بالمساجد. وكان أخونا عن الآن أعلن عن جمع تبرع لأنشطة أو الإشغال أعمال الإعمار في المسجد ونفقاته، فلا تحرموا أنفسكم من المساهمة في هذا الخير، عسى أن تكون صدقة جارية تجري في موازينكم إلى يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا والوالدين والأصحاب الحقوق علينا ولمن سبقناهم بالإيمان ولمن سبقونا بالإيمان. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا يا رب العالمين، وأحسن خاتمتنا وكلنا، ولا تكن علينا عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.